وفي الثبات على الخيار السلمي رحمة بالأوطان وحجة تدين الأنظمة، وإن تطلب ذلك صبرا كبيرا وتحملا للمعاناة المرة. وقد سجل شعب البحرين تفوقا ملحوظا في هذا المجال، وبرهن على درجة عالية من الانضباط النفسي حق له أن ينال بها، أن يفخر بها وينال الإعجاب. وإن كان قلب الحقائق من الإعلام الرسمي يعكس عن هذا الشعب الكريم صورة أخرى مغايرة لا صلة لها بالواقع، ولقد خدمت كلمات المخلصين من مثل سماحة الشيخ علي سلمان وكل العلماء والرموز والأوفياء المدافعين عن الشعب التوجه السلمي عند الشارع في مطالباته واحتجاجاته ومسيراته واعتصاماته، وذلك بما أكدت عليه كلمات الموجهين من الأخذ بالمنح السلمي وترك العنف. وإلى اليوم وغدا لا أجد شخصيا نصيحة أقدمها لأبناء هذا الشعب الكريم قبل الالتزام بالأسلوب السلمي في كل مسيرتها. معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء. وبالنسبة لسقف المطالب عند الشعوب، لا يوجد ما هو أقل من سقف إصلاح النظام السياسي وما يبتني عليه من تصحيح لمجمل الأوضاع التي طالها الفساد من فساد السياسة. ولم يأتي تحرك الشعوب للإصلاح الشكلي، ولا يملك هذا النوع من الإصلاح المزعوم قبولا عند أي شعب من الشعوب. ومن المستسخف جدا والممجوج أن ينزل سقف الإصلاح بعد الدماء والتضحيات عما هو مطروح قبل ذلك، إنه ليس شيئا عقلائيا بالمرة. هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، وهل هيهات منا الذلة، وهل يقدم عاقل على تقديم المزيد من الجهد والتضحيات والمتاعب من أجل مزيد من التنازل عن المكاسب؟ لا يتعقل من الشعب اليوم ولا يدخل في الوهم أن يقبل بعد التعب والنصب والبذل الكثير والعذابات الموجعة وعزيز التضحيات ومر المعاناة أن يرجع بخفي حنين أو بما يفرح الصبي المغرر به. إنه يريد إصلاحاً مجدياً مقنعاً يمكن أن يستريح الوطن في ظله، وتحفظ حقوق المواطنين الدينية والدنيوية السياسية وغيرها، وتصان في هذا الوطن الكرامة، وأن يجد هذا الإصلاح أساسه القوي وقاعدته المتينة التي تحفظ له سلامته وديمومته. أما الإعلام وتضخيماته والخطابات الواعدة والوعود المعسولة فلا تعني شيئا عند الناس، وإنما ينصب نظرهم على الواقع ومنجزاته. ولا إصلاح، والسجون ملأى رجالا ونساء، وأرزاق أبناء الشعب محاربة، والأعداد المفصولة من الموظفين والعمال والطلاب بالألوف، والشعائر الدينية محاصرة، والإعلام التحريضي الكاذب مستمر،
أردنا ونريد لحياة البلد أن تكون حياة عدل، وأرادوا ويريدون لها أن تكون ظلما. أردنا ونريد للمجتمع أن يكون مجتمع أخوة، وأرادوه ويريدونه أن يكون مجتمع تمزق وعداوة. أردنا ونريد للوطن أن يكون وطن سلم، وأرادوه ويريدونه أن يكون وطن حرب. ولكن الله لا يخذل من أخلص عملاً.